المجهود الكبير اللي بيتم في زراعة محصول القمح من قبل المزارعين كان لابد ليه طبعا من الإجراءات اللي تحافظ على المخزون ده بعد طبعا عملية الحصاد فيما يتعلق بالتخزين والحفاظ كمان على جودته. علشان كده الدولة أولت اهتمام كبير جدا بالنقطة دي وتم إنشاء الصوامع الجديدة اللي هتحافظ طبعا على زيادة إنتاجية القمح وكمان على الجودة جودة محصول القمح، وده اللي طبعا حصل في كل المحافظات بإنشاء عدد كبير من الصوامع. وإحنا موجودين في إحدى الصوامع في محافظة القليوبية وتحديدا في صومعة بنها علشان نتعرف على الإجراءات اللي بيتم اتخاذها طبعا لعملية توريد القمح وكمان تخزين القمح في الصومعة، وده اللي هنعرفه من مدير صومعة بنها المهندس طارق شلبي. صباح الخير على حضرتك باشمهندس، وأهلا وسهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب طبعا، لأنه عيد المزارعين وبيكون فيه طبعا اهتمام كبير جدا من حضراتكم بعملية التوريد والتخزين. أولا حبيب طبعا نوضح للسادة المشاهدين أهمية وجود الصوامع في تخزين محصول القمح. طبعا الصوامع المعدنية لما دخلت الخدمة غيرت الاستلام خالص. القمح كان زمان في الشونة الترابية كان بيحصل فاقد حوالي 30%، دلوقتي الفاقد بيوصل عندنا 0%. طبعا عندنا جميع المعدات والميكنة الحديثة اللي بتحافظ على القمح من أول ما يخش من المزارع، ما يخش من المزارع في أول الموسم لحد ما يصرف، وممكن يقعد معانا هنا لحد 12 شهر محافظين على القمح بنفس الجودة بتاعته لحد ما يخرج من الصومعة. في نظام شفط أتربة بيسحب الأتربة من القمح وداخل الصومعة، في نظام متابعة درجات الحرارة، في تهوية القمح، في ممكن أقدر أبخر القمح في أي وقت لو في إصابة، بنستخدم أساليب حديثة، كل حاجة تكنولوجيا حديثة وكلها مميكنة، مفيش تدخل بشري من أي عامل. بعد ما بيتم عملية التخزين اللي بيتم بعد كده فيما يتعلق بقى بالتوريد أو التصدير أو يعني خروج محصول القمح من الصوامع؟ أنا ببدأ في خلال الموسم من يوم 15/4 لحد يوم 15/8 ببدأ أخزن القمح بتاعي. بعد كده بعد ما بيتخزن بيتعمل توجيه للمطاحن بتيجي تصرف من عندي هنا في الصومعة. طبعا خلال الفترة ديت أنا بحافظ على القمح هنا في الصومعة، متابع درجات حرارة، التهوية بتاعته، لو في إصابة بعالجها، بحافظ عليه لحد ما أستلمه من المطحن زي ما دخل لي في أول الموسم.